مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا دائما مباشره على ميد راديو، حصه جديده من قضيه اليوم، دائما منكم اليكم واش طبعا من اجلكم. قضيه اليوم مع رضوان الرمداني. اليوم غنديماريو الحلقه ايسونس، وحتى اللي بغانا نديماريوها مازوت مرحبا، ما كاين حتى مشكل. المهم قضيتنا اليوم هي المحروقات، وخصوصا رفع الدعم على هاد المادة الحيوية، ونزيدوا معها شي شويش ديال الأسعار. واش ما نطولوش الهضره، السادة المستمعين منكم للحكومة اللي غادي يتواصل معكم ويجاوبكم على أسئلتكم واستفساراتكم هو السي محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. السي الوفا مساء الخير وشكرا على التجاوب والتواصل. شكرا، مرحبا بالمستمعين، ونراهن اشارتهم اليوم منك. اليوم ما غنقول لك لا تقديم ولا نسولك ولا حتى شي حاجه، غير خليني معاهم لانه انت صعيب اخويا. مستمعين اللي بغى يتواصل معنا مباشره يطرح اسئلته على السي محمد الوفا بخصوص رفع الدعم على المحروقات، ارقامنا الهاتفيه 05 22 74 72 50 او 51 او 52 او 05 22 43 00 09. أعيد 05 22 46 72 50 51 أو 52 أو 05 22 43 00 09. إذا قضيتنا اليوم هي قرار رفع الدعم أو استثناء ليسونس من ليسونس سوبر. قبل لا وحنا جايينك كنديروا معاك شويه ديال الشعبويه باش نسخنوا المستمعين. ليسونس سوبر قال السي محمد الوفا. اذا شنو بان لكم في هذا القرار؟ عندكم اسئله، عندكم تخوفات، ونزيدوا شي شويه الاسعار بما ان السي الوفا حاضر معنا، مرحبا بكم. نذكر مره اخرى بارقام الهاتفيه 05 22 46 72 50 51 او 05 22 43 00 09. السي الوفا ضروري ندير شويه الباروك ديالي ونقول لك ما مهناكم الله تدرتوها، يلا درتوا لنا المقايسه شويه، قلتوا نحايدوا هذا الشيء كامل واللي ليها ليها. لا لا لا، هذا الشيء ماشي صحيح، ماشي صحيح. المقايسه باقيه، ما كيخفاش عليكم ان المقايسه كانت في المغرب وتحيدات في الحكومه ديال التناوب في عام 2000. نعم، انا شخصيا، وانت كتعرف انني كنت من المدعمين ديال حكومة التناوب، انا شخصيا فوقتها قبل ما نمشي سفير الهند قلت خطأ اننا نحيدوا المقايسة، لانه المقايسة كانت كتخفف على ميزانية الدولة. مع الاسف حيدوا المقايسة ولكن ما داروش بديل ديالها. نعم، حتى جينا للحكومة ولقينا صندوق المقاصة غارق ووصل لمستوى ديالو 54 مليار ديال الدرهم، و 80% من 54 مليار ديال الدرهم كتمشي في بعض المواد النفطية، لأنه راه الناس كتغلط لما كتقول المحروقات. المحروقات فيها أكثر من 13 مادة نفطية. نعم، ولذلك في هذا البرنامج ديالكم ومن خلال الأسئلة الناس حنا غنجاوبوا، واللي صعاب تنفسروها ونسمعوا حتى الآراء ديال المواطنين في هذا الموضوع. نعم، حنا زولنا من صندوق المقاصة ليسانس سوبر، وغنشرح علاش. واش هذا كيمشي قوة شرائية ديال المغاربة؟ وزولنا الفيول، اسمو الفيول دوليا، اسمو الفيول اويل رقم 2 اللي ما كيتعطى الا 17 شركه، تعطى لهاد 17 شركه على اساس يديروا استثمارات. ولكن بحال واحد الوليد ديالك وصلوا لوقت الخدمه، ولكن كل صباح كتدور معاه وكتزيد الوالده ديالها تدور معاه، وكيجلس لك في الدار واش غيمشي يخدم؟ لا، راه هادشي اللي وقعنا مع 17 شركه، ولذلك قررنا نزولوا على الدعم، لانه الدعم بالمواد الاساسيه، وهذا غنجيو له فيما بعد، خصو يمشي للمواطنين. ولذلك هادو جوج المواد اللي غنخرج خرجنا من صندوق المقاصه، وغادي تخضع
الأثمنة، لأنه الدولة كترقب الأثمنة ديال المواد النفطية. وغادي ابتداء من فاتح فبراير إن شاء الله غنحسبوا ثمن السوق العالمي، وإلا كان شي أثار نزيدوه، وإلا كان شي زيادة نزيدوها، وإلا كان شي نقصان نزيدوها في السوبر وفي الفيول. أما الغاز بيتان ما واصلينوش وما غنوصلوه. ويمكن نشرح للمواطنين علاش ما غنوصلوش الغاز بيتان. غنتضرو ما غنوصلوش الغازوال، ولكن غنشرح شنو غنديرو فيه هاد العام. نعم انتظروا السادة المستمع، نذكر الأرقام الهاتفية 0522. ألو مساء الخير. مساء النور لالا. سي رمضاني بخير. الله يبارك فيك لالا. سير وفا. نعم لالا. الحمد لله. كيك دايرين بخير؟ حميدين شاكرين. تفضلي لالا. سي وفا راه خلانا في التعليم. أش دار لكم؟ خلانا لينا في التعليم. خلانا كالأيتام في مأدبة اللئام. إيوا لالا يلا. تفضل لالا عائشة نبقاو في الحكامة دابا. شكرا بعدا. شكرا لك. بغيت نسول السيد الوزير. نعم. هاد يعني الانخفاض يعني رفع اسمحوا لي راه ارتبكت. ما ترتبكيش شي بلاتي، مازال ما زادوش. باقي ما زادوش. المهم غير هاد رفع الدعم على البنزين، اشنا هي القيمة المضافة للمواطن ولا الحكومة؟ مرحبا لاله عائشة، شكرا لك. شكرا بارك الله فيك. سي الوفا نجاوبوا سؤال بسؤال. دي بغيتو. تفضل. اولا هاد النوع ديال المحروق اللي هو اسمه سوبر، هما اللي السيارات راه كيعرفهم اللي كيشوفوا المحطه. هذا السوبر زدنا فيه في عام في جوج يونيو زدنا فيه جوج ديال الدراهم، اي كان ب 12 درهم 18، وزدنا فيه في 16 شتنبير 2013 59 سنتيم، ونقصنا منه في 16 اكتوبر 32 سنتيم، ونقصنا منه في 16 نوفمبر 43 سنتيم، وما قصناش في 16 ديسمبر، وما قصناش في 16 يناير. ايوا نشوفوا بشحال كيتباع. كيمكن لكم تعيطوا لشي مول المحطه ويكذبني الى هاد الارقام ما صحيحه. اي كان سوبر ب 12.18 سنتيم، 12 درهم فاصلة 18 سنتيم. اليوم مالين الطوموبيلات كيديروه ب 12 درهم صفر جوج، اي بثمن منخفض من بعد ما تبقنا عليه. كتقول لك القيمه المضافه زيادة. اش ربحتوا انتم؟ انا غنقول لك، اولا هاد البنز لا سوبر راه ما كيقيش المواطنين، ما هو كيكون في الكاميو، ما كيكون في الكار، ما كيكون في الطوبيس، ما كيكونش في الطاكسي. اللي غادي تقاس منه بزاف هي الاداره، لانه هي اللي كانت كتشري السيارات اللي فيها ليسانس، كتخدم بليسانس، لانه كتعرف انه مابقاش عندنا ليسانس اوردينير في المغرب، مابقى عندنا الا سوبر اللي كيسموه 50، ودابا راه تحسنات الجوده ديالو. اللي كنا كندعموه كندعموه بمليار، كيسوى لنا كل عام الدعم ديالو مليار. كيقولوا الناس خصنا نديروا ترشيد في الاداره، وزير المالية كيخصص لكل إدارة غلاف مالي في المحروقات الغازوال وليسانس سوبر. إيوا هاد الإدارات غادي تنقص لها الغلاف المالي، لأنه غادي تولي كتشري، وبالتالي غتربحوا شوية ديال الفلوس. لا لا، ما عندنا ما نربحوا، هادو فلوس الشعب. أي فلوس الشعب، ما غتختصوا شي شوية ديال الفلوس. واش غنربحها أنا ولا غيربحها شي واحد؟ هادو فلوس كنا بحال اللي كيخويهم في القادوس، كيلوحهم في القادوس. ما عندنا علاش نبقاو غاديين في هاد السياسة في بلادنا. قبيله كنت كنتكلم معاك وقلت لك واحد الشيء خطير، اللي هو المستشفى الجامعي في مدينه. حاولوا ما نطولوش في الاجوبه السي الوفا باش نمشيو لاسئله اخرين. ممكن لا واخا، اذا نمشيو عند السي بوجمع ديال الكاسكاس. هذا الشيء كله غيجيب لنا مليار ديال الدرهم. مليار ديال الدرهم فقط في 2014. 2014 هنيه عليكم. اذا متصل اخر من ما هنيهش علينا، الحكومه هي الحكومه، ما الحكومه هي الجوز، هي المغرب. السي الوفا بوجمع من تارودانت، مساء الخير بوجمع. الله يبارك فيك عبد الرزاق. مرحبا السي بوجمع. بخير. الله يبارك فيك مولاي. الحمد لله. وبنت واحد السؤال على الوفا على سبب المحروقات. تفضل يا سيدي. وبنقول لها المحروقات اها دابا
دابا دابا المحروقات كيدير كيدير واحد القضيه فيها كيزيدوك من نهار كيزيدو الزياده كيزيدوك كيزيدو كيزيدو اكثر نهار كينقصوك كينقصو شويه على على حساب هذا واخا سي بوجمع السؤال واضح. شكرا لك من تارودانت. انا غيمكن لي ناكد للمواطن والمواطنين والمستمعين والمستمعات ديالكم ان رئيس الحكومه التزم كل مره اللي انخفض انخفضت المواد النفطيه في السوق العالمي غيكون عندها انعكاس في الاثمنه الداخليه وكل مره تزاد الا غادي تزاد. ميمكنناش نستمروا في هذه السياسه لأنه هاد السياسة سلكناها هادي أكثر من 25 عام راه وصلت بلادنا أن الفلوس اللي كان خسر على هاد الشيء النفط ولا قد الاستثمار ديال الدولة. وتصوروا إلى هاد الفلوس ما خسرناهمش وديناهم الاستثمار تصوروا الأثر على الشغل وتصوروا الأثر على الإدارة العمومية وتصوروا الأثر على القطاع الخاص من خلال الصفقات العمومية. قبيلة بغيت نعطيك مثال قلت لك المستشفى الجامعي بحال بنوروش في الدار البيضاء 20 غوت في 20 غوت في الدار البيضاء ولا بنو سينا في الرباط طاح علينا بجوج المليار ونص. هذا مستشفى جهوي كبير واش الناس دوجا غيبقاو يجيو ل 20 غوت ويجيو بحال كتخوي الماء كتخوي الفلوس في القادوس بدل ما نديوهم للاستثمار ونجهزوا بلادنا. لا المستشفى بشحال طاح علينا بشحال مجهز بالالات ديالو بكل شيء ديالو يلا يدخلوا له الاطباء ويدخلوا له الفرمليه ويدخلوا له المرضى طاح علينا بجوج المليار ونص ديال الدرهم. واش ماشي حرام في عام نخوي مليار في القادوس في القادوس واخا السي وفاء. اتصال اخر من الدار البيضاء هذه المره. عبد الرحيم مساء الخير. عبد الرحمن. عبد الرحمن مساء الخير سي عبد الرحمن. استاذ الرمضاني وتحيه للاستاذ الوفاء. بعدا كنعتبر السي الوفاء الا ما كانش في الحكومه في اي حكومه بحال العسل ماشي يديروا النحل على كل حال ضروري يكون في الحكومه. واخا سي عبد الرحمن انك يدخل شويه ديال الملوحيه يلا سير على الله عندك يتزاد ملح بزاف زيد. نعم عندي واحد الحلاوه الحلاوه يلا سير على الله. عندي واحد سؤال للسي الوفاء يعني كنعرفوا بان الوقود هو بحال الدم ديال الاقتصاد الرفع من الدعم ديالو غادي يرفع من الاسعار وربما غادي يرفع حتى من الضغط الاجتماعي. فالسؤال ديالي يعني واش ما غاديش يكون هذا الاجراء انا بالنسبه لي هذا هو اجراء ايجابي علاش غادي يخلي المواطنين يفكروا في الطاقات المتجدده. حنا كنعرفوا بان الناقلات الاولى كيتمشوا بالكهرباء فعلاش ما يكونش هذا الرفع من الدعم يخلي الناس يفكروا في الطاقات المتجدده. وكنعرفوا بان المغرب خدا خطوات في انتاج الطاقه المتجدده. وشكرا لك. شكرا لك سي عبد الرحمن من الدار البيضاء. الله يجازيك بخير على الغيرة ديالك على بلادك. ولكن لابد نتفاهمه احنا ما غنزيدوش في البوطة نهائيا. وهذه بوحدة البوطة كتكلفنا 24 مليار ديال الدرهم. الله اليوم إلا بغينا نكونوا عمليين يمكن لنا نحطو في باب كل دار قرعة ديال 12 كيلو والحكومة تربح نحطوها فابور. بمعنى ما فهمش انا غادي تكلفنا فقط 6 المليار ديال الدرهم وراه كيف كنقولوا بالدارجه والله وحطيتيها في جامع الفنا حتى يجيو المغاربه ياخذوها فابور على راسهم وعلى البيسكليت وعلى الموتور وعلى الطوموبيل. يا بركه ما نبداوش نتكلموا في شي حوايج ما مضبوطاش واللي شي حوايج شي ناس اللي مستفدين منها هما اللي معمرين السوق في هذا الشيء. البوطه ما غنزيدوش فيها. واحد الغازوال غنبقاو كندعموه ديزل غنبقاو كيدعموه لانه مرتبط بالنقل ومرتبط بالرواج الاقتصادي هادو زياده على ذلك غنبقاو كندعموه الفيول الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء. عرفتي شحال كيسوى لنا الفيول الخاص بالكهرباء 9 المليار ديال الدرهم. ولكن تاد الموضوع جاي لي باش نهضروا فيه بالمعقول لانه ما يمكنش نستمروا الموضوع لا ماشي الموضوع كنتكلموا لغه جديده مع مدير المكتب الوطني للكهرباء عطاو هاد الفلوس في 2009 باش يدير استثمارات. ولكن الا كتعطي كل عام 9 المليار لواحد المؤسسه ولو مؤسسه عموميه داخله 9 المليار غيكون شي مجهود. هادشي اللي بغينا نحسنوا
الحكمات الإدارة ديالنا وديال المؤسسات ديالنا. لذلك حنا غنبقاو ندعموا الغاز زاد ديزل الغازوال وغنبقاو ندعموا البوطة وغنبقاو كندعموا المكتب الوطني للكهرباء ريتما نشوفوا الوضع ديالنا. واضح. نمشيو للسطات سي هشام. وهذا الشيء راه غيكلفنا تقريبا 35 مليار ديال الدرهم مسجلينها في الميزانية. الله يكون في عوانكم. هشام من سطات مساء الخير. مساء النور سي رمضاني. مرحبا مرحبا شكرا كنشكرك على المواضيع اللي كتيرها في الدرهم. شكرا لك سي هشام مرحبا. وكنرحبوا بالضيف الكريم السيد وزير المحترم. تفضل. السؤال ديالي هو كالتالي كنرجع للنقطة اللي ترى السيد وزير وهي على رفع الدفع ديال البنزين يعني سوبر هو كيقول لكم كوا رفع الدفع كاين لا ماجوريتي ديال لي فواتور ديال لو سيرفيس بوبليك هما اللي غادي يعني هم الدولة هي اللي كانت يعني كانت كتكونسومي بلوس من هاد النوع ديال المحروقات. نعم. والسيد وزير ما عارفش لي ستاتستيك ديال لي فواتور اللي كيخرجوا البنزين وكيس اللي كيشريوهم الناس الشعب المغربي راه ما كايناش غير الدوله اللي كتشري هاد 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 السيارات ديال البنزين. سؤال واضح سي هشام. وكاين اوتر شوز اسكو انديبوندامون على لي زانفيسيسمون راه لي زانفيسيسمون سي اوتر شوز او نيفو ديال لا سونتي باسكو كتلقى ان انفيسيسمون والشعب ما كيستافدش منه نهائيا او اللي كيستافد واحد 20% هذه داخله في واحد اون اوتر جيستيون. واضح سي هشام شكرا لك على تواصلك معنا من سطات. شكرا شكرا بارك الله فيك. اذا ماشي غير الاداره اللي كتستعمل. الله يخليكم. اها اذا كان هذا السيد كيتكلم على دوك الطوموبيلات الصغيره ديال جابون حنا راه عندنا الاحصائيات لانه كان الطوموبيلات كيخلصوا الضريبه السنويه وكيخلصوا التامين حنا راه عندنا الاحصائيات. واش دابا حنا جالسين في هذه الدوله ما عندنا احصائيات لانه هو عنده طوموبيل لا شك ما نقدش نقول الماركه ديالها صغيره كتستهلك البنزين كتستهلك السوبر كيتسحبوا الشعب كله كيستهلك السوبر راه ماشي صحيح هادشي. اذا الاثار راه يكون شي كبير. ايوا سيدي كاينين الطوموبيلات خصو يقول التهادي ولكن غنقول انا اللي وزير واللي صعيبه يا سيدي راه كاين الكاتكات وكاين الطوموبيله الكبيره اللي كتستهلك ليسانس باش يمكن لها دير الفيتاس لانه الفيتاس ديال السرعه ديال الغازوال الطوموبيل اللي بالغازوال وبالخصوص ملي كتكون في الطلعه كتبدا تسخف عارفين هذا الميكانيك السيوف ولكن السوبر راه كيطلعوا مع داك العقبه كيجري. واش دابا حنا اللي راك في الطوموبيل كيستهلك هذاك ليسانس غنبداو نهضروا معاه نعم. وندعموه على حساب هذاك اللي في اللي جاي من ما عرفت انا بن مسيك ولا جاي من سيدي يوسف بن علي في مراكش ولا من تقدو في مراكش. واضح. هادشي ما قبلتش فيما يخص الصحه. بغيت نقول له هادشي اللي كيقول صحيح ولكن يخليو هاد السي الحسن الوردي يخدم ويقوم بواجبه راه غادي يصلح الصحه ان شاء الله. راه حنا مقبلين على تخفيض ثمن ديال 900 ديال الدويه في المغرب. كاين الدواء سيدي اللي كيسوى 1000 درهم راه غيهبط يسوى 150 درهم بركه من هذا الشيء اللي كنا فيه في الماضي. حنا ولاد اليوم ان شاء الله ما بغيتش نقول الله يسامح ولكن خليونا نديروا الحوايج اللي غترجع بالخير على بلادنا وعلى الشعب ديالنا ان شاء الله. محمد من فاس مساء الخير. مساء الخير سي رمضاني. مرحبا سيدي. اعراب من فاس. مرحبا سي محمد. السيد المحترم الوزير. مرحبا سيدي. السؤال ديالي غيكون سهل وواضح السيد سير رمضاني. مرحبا. الاستاذ قال لك 15 ولا 17 الشركات اللي كتستافد بغينا يعطينا الاسماء 17. ديالها. للاسماء ما غنعطيهمش على الهواء مباشره حتى البرلمان. المشكل عند الناس سيد سير رمضاني هو المكتب الوطني للكهرباء هو اللي كيستهلك بزاف. لا 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 واخا سيدي معاك الحق معاك الحق لان الا كنا في بلاد الحق والقانون خص كل شيء سواسيه. نعم. هذا مكتب وطني نخليو له الدعم وهذو شركات وخصنا السيد الوزير هذه الحكومات اللي دازوا كانوا كيدعموا هاد 15 شركه خصنا علاش قلت خصنا نعطيو اسماء باش نتحاسبوا معاهم الا كانوا هذو كانت فلوس ديال الدوله كتضيع خصهم يتحاسبوا ولهم انت السيد الوزير كنتي في الوزاره السابقه خصك تتحاسب. واضح سي محمد. السيد الوزير الله يخليك له خطه اخرى
بالنسبه الى انكم كديروا الارشاد النفقات راهم هذا المكتب الوطني عنده مشاكل وراه عاد واحد جوج كاميونات ديال الكاتكاتات لان واخا عنده ازمه راه كيجيبوا لهم الكاتكاتات باش يتحركوا. نعم. قمت ترشدوا شويه وتقصوا من داك الطوموبيلات 150 مليون واضح السي محمد. شكرا لك على تواصلك من فاس. تفضل سي الوفاء. فيما يخص الطوموبيله ديال 150 مليون والله الا حتى انا وشاطرك حرام هادشي بركه منه. ايوا بركه كتشريوهم وتقولوا بركه. ايوا احنا غاديين احنا غاديين بشويه بشويه. واشنو بغيتوا هاد جينا للحكومه هادي عامين بغيتوا واحد العدد ديال الحوايج اللي كانت مده هادي وكي كيقولوا المغاربه ولف عاده وقت عاده عليها التعاده. ودابا حنا يلاه بدينا بشويه بشويه وتوعدنا كلشي مسمينا حكومه الزيادات بن كيران مسينو مسمينو بن زيدان ما كثروا هادشي. هاد الاخ اللي هضر من فاس الى جاء على خاطرك نقول له بين كيخلط بين جوج الانواع ديال الفيول. الفيول ديال 17 شركه ماشي 15 شركه 17. الفيول ديال 17 شركه هذا فيول رقم فيول اويل رقم 2. اما الفيول اللي كيستعملوا لوينو هذا في فيول سبيسيال فيول ليجي كيستعملوا في المحطه ديال الكهربائيه ديال القنيطره وكيستعملوا في المحطه الكهربائيه ديال المحمديه اللي هاد جوج المحطات تصايبات وقع فيها استثمارات كبيره باش الى نقص التيار ديال الضوء هاد جوج ديال المحطات كيدخلوا وكيدفعوا وكيجيبوا الضوء. نعم. علاش هاد الفيول طبيعته هكا؟ لانه اولا اوتوماتيكمون داك المحطه كتخدم وإلا كانت بالغاز كتعطل. كانت بالغازوال كتعطل خصها تسخن. وهاد الفيول سبيسيال كيجي من النرويج وما ايه وما استعملوا هاد الاستثمار ملي كان هاد الفيول رخيص. واحد النهار هذاك الفيول تضرب ب 10 10 المرات. ولكن عندنا الوسيله باش نعيدوا الاستثمارات نعيدوا الاستثمارات ديالنا ونحولوا لي توربين ديالنا. ولكن انا كي قلت لكم الا بديتي تعطي 9 المليار اش بغيتي تعدل اللي في المكتب؟ علاش بغيتي تعدل؟ ولذلك 17 شركه هي ثلاثه الشركات فيهم كتاكل لنا 65%. وثانيا المواد اللي كتنتج هاد الشركات ماشي مواد ديال الاستهلاك ديال الشعب. ما نبقاوش نعمروا السوق بالهضره الخاوي اسمح لي. بركه نمشيو لفاس مره اخرى. الياس مساء الخير. مساء النور سي رمضاني. مساء النور سي الوزير. تحيه ليك وتحيه لجميع المستمعين. شكرا لك سي الياس. مرحبا. انا اللي بغيت النقطه اللي بغيت ندخل فيها الاخ رمضاني نوجهها للسيد الوزير. نعم. هي بالنسبه لدابا عاد قال بانه كاين الفلوس ديال الشعب ما الى ذلك كيف قال هو. هادشي اللي قال كله حنا متفقين فيه ما كاين حتى شي مشكل على النقص وهاد الزياده وهادشي ما كاين مشكل. واش ما كاينش بالنسبه للحكومه واش ما عندهاش شي مخطط بالنسبه لهاد السيارات ديال الدوله اللي كي الموظفين والتابعين للدوله وديك الشيء اللي كيدوزوا الويكاند بالسيارات ديال الدوله وكيسهلوا المحروقات ديال الدوله ويهزوا وليداتو ويهز عائلته ويصحابو ويمشي يتسارى. والحكومه ما شافتش في هذا الشيء هذا كاع زعما ما شافتش من هذه الناحيه هذه. واضح سي الياس. شكرا لك على سؤالك سي الوفاء. الى سمحتي الحكومه مهتمه بهذا الموضوع. والاخ سي محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والماليه داز هذه ثلاثه الاسابيع في البرلمان وقال انه غيتوضع مخطط لهذا الشيء ديال سيارات الدوله. كنذكر بين انه في حكومه التناوب تقرر عدم استعمال سيارات الدوله وكان عندنا بارك صغير. اليوم البارك ديال الدوله الناس خدات التعويضات وبقاو السيارات لانه اعطينا التعويضات تعطات الميزانية الدولة التعويضات للناس اللي مسؤولين باش يستعملوا السيارات ديالهم. وكاين السيارات ديال الخدمة اللي هي المفتشين ديال التعليم مراقبين الأسعار شنو بغيتي يمشي يراقب لك بالسيارة ديالو كنصيفطوهم بالسيارة ديال الدولة. ولكن كاين ناس ومن هنا بغيت نوجه وهذا اللي كنسميه تخليق الحياة العامة. الفوكو موراليز لا في بوبليك دون سو بي. هادوك الناس اللي كيديو وليداتهم للمدرسة بالطوموبيل ديال الدولة واللي كيمشي للمرا للحمام واللي الطوموبيل ديال الدولة في السويقة ولا في المارشي هادشي عياو منو المغاربة.
هذا هو الصور اللي المغاربة ما تلاوش قابلين بركة. وكنقول لهم الله يهديكم، احترموا دولتكم، احترموا بلادكم، هذه بلاد عندها تاريخ وعندها حرمة وعندها مكانة، واحترموا بلادكم شوية، وممكنش تستفدوا من كل شيء في هذه البلاد. ولذلك كندعي والناس كانوا جانيدا الناس الموظفين اللي كيستعملوا سيارة الدولة خارج الخدمة أنه راه حرام هادشي، ما أراد الله به من سلطان، ولكن راه غايجي الوقت اللي المواطنين شي نهار غادي يتعرضوا لذاك السيارات. واضح. أنا ما كنشجعهمش على هادشي، الدولة غاتقوم بواجبها. والسيد وزير المالية والاقتصاد التزم أمام البرلمان بين أنه غنضبطوا هاد الحاضرة ديال السيارات ديال الدولة. لا هادشي ديال الفيول بعدا باش نمشي بعيد، واش ما غيضروا شي صناعات السي الوفا؟ لا والله نعم السي ما نضر شي صناعة، 17 شركة. المواد هاد الفيول اللي كيسميوه في المغرب شتا حرميات بعد سماوه الفيول الصناعي، وهو ما اسموش الفيول الصناعي، اسموه الفيول اويل نمبر 2، فيول اويل رقم 2، واضح معروف عند الناس. هذا كتستعملوا 17 شركه، هاد الشركات اتصلنا بهم وفسرنا لهم الوضعيه وصافي بركه هذا، ولكن الا عندهم صعوبات حنا مستعدين نعاونوا الاستثمار ونعاونوهم في التشغيل. نعم. ولكن نبقاو نتخبعوا وراء الضريبه باش يكون عندي امتيازات، ونتخبعوا وراء النفط باش يكون عندي امتيازات. صافي بركه. واضح سي الوفا. نمشيو الاصيله. طيبي مساء الخير. مساء الخير سي رضوان. مرحبا سيدي. واحتراماتي سيد الوزير امامك. تفضل مرحبا. عندي واحد السؤال خلال الموضوع اللي نتوما تتناولوه. تفضل مولاي. الوزير كان قال دابا عاد مده شويه كشمين قال لك هنا 2014 غادي يوصلوا 100 ديال المليار ديال الدرهم، 100 ديال المليار الدرهم تساوي الزباب ديال الفلوس، والنص ديال المغاربه كيموتوا بالجوع، ما جابونش حتى باش يتعشوا. لا لا ما كيموتش بالجوع المغاربه، لا اسمح لي. اسمح لي السيد الوزير. لا لا اسمح لي، مازال ما عرفتيش شنو هو الجوع. انا كنت في واحد الدوله وكان خصك تشوف الجوع، كنت واحد الدوله سفير للمغرب. لا راه المغاربه ما كيموتوش بالجوع، راه عيب نقولوا هذا الكلام. صلي على النبي سيدي الوزير، وانا كنعيش واحد الله على سيدنا محمد. ولكن المغاربه راه ما كيموتوش بالجوع. انت دابا واش دابا الصور ديال اثيوبيا عارف عندك كلشي؟ لا لا حشومة عليك، حشومة عليك. انا بعدا اطار ديال الدوله تقول لي انا عندي الفلوس، انا راني استاذ جامعي معلوم، كانت عندي خلصه ودزت في البرلمان ودزت سفير وانا وزير لا شك. ولكن تقول المغاربه كيموتوا بالجوع، واش حنا اثيوبيا دابا؟ وكل شيء كيذكر الصور ديال سي طيبي. سي طيبي سي طيبي ارجوك السؤال، ولا غير عبارات. انا نبغيك نسمع رايك، ولكن ما استعملش عبارات اللي كتضرب المغرب وبسمعه المغرب. لا انا تنعيش مع الناس وتنعيش مع الناس وانا كنعيش مع الناس على انا جاي من المريخ. سي طيبي السؤال، سؤال سيدي تفضل. السؤال على البطاقه، البطاقه اللي تير بطاقه صغيره، حنا البطاقه دي عارفينها سنين، الدوله تخلصها ب 15 درهم صغيره وحنا كناخذوها ب 11 درهم. هذه معروفه، هذه مده سنين الدوله تخلص بطاقه كبيره وبطاقه صغيره على الغاز، والطوبو ديال الغاز جاي من الصحراء طالع حتى اسبانيا، وحنا الغاز يدير عندنا اليوم 11 درهم و 47 سنتيم ديال سي طيبي. السؤال سؤال الله يخليك. الغاز كيطلع من الصحراء شنو هو؟ ما واضح السؤال. سيدي كما قلتي واحتراماتي لكم، يعني لا شنو هو السؤال سي طيبي؟ سؤال غير واضح. سؤال هي البنزين غالي وحتى الحديد ديالو غالي، يعني ملي عندنا البنزين طلع غلا خصنا نرخصوا الحديد. سؤال واضح، شكرا لك سي طيبي من الاصيله. المساله ديال ترخصوا الحديد ماشي بيدكم. اي ماشي بيدنا هذا السوق، وحنا تبارك الله عندنا اوزين عظيم في طنجه، وغادي تجي شركه اخرى قريبا ان شاء الله. ان شاء الله. والسوق ديالنا راه كتباع السيارات، والسوق ديالنا في 2013 راه تزاد في بيع ديال السيارات ب 32%. نعم. وراه حنا كنشجعوا استعمال الغازوال في السيارات. ولكن لو واحد بغى يشري البنزين ديال السوبر يبغى يخلص ليسانس اللي بغى، هذاك حقه، هذه بلاد الحريه. لا حرية في البنزين وفي السوبر، لا حرية الهضرة. واش دابا عاد حرية البنزين؟ المغاربة كيموتوا بالجوع. على كل حال ماشي معقول هادشي. كاين البعض اللي كيخونوا التعبير أحيانا. مراد من الصخيرات، مساء الخير. مساء الخير أسيدي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
أشكر السيد الوزير على التواصل ديالو الدائم مع المواطنين، وهذه صراحة بادرة طيبة يقوم بها السيد الوصف في كل مرة، سواء عبر المنبر الإعلامي ديالكم أو عبر منابر أخرى. وهذه صراحة يمكن أن نقول أنها سابقة في تاريخ المغرب أن الوزراء يتواصلوا مع المواطنين. بالنسبة للسؤال ديال اليوم أو قبل ذلك، لابد أن أشيد بالدعم الذي قام به السي محمد وفاء في وزارة التربية الوطنية، وأقول لك شهادة صافي عاف الله وعما سلف، عاف الله وعما سلف، نبقاو حنا ولاد اليوم ضعنا فيك السي محمد وفاء، حنا ولاد اليوم السي مراد، حنا ولاد اليوم نبقاو في الأسعار والحكامة. تفضل. بالنسبة لصندوق المقاصة، أنا السؤال الذي أطرحه هو هل هناك انعكاسات إيجابية على المواطن بعد هذه الزيادة في الغازوال وفي ليسونس؟ يعني واش غادي يستفد المواطن الفقير اللي كيعيش في أدغال الأطلس، واش غيكون عنده استفادة مباشرة من صندوق مقاصة؟ إضافة إلى أمر ثاني، هناك تحديات تواجه الحكومة أهمها هي الإشاعات السامة. موضوع آخر سي مراد، سي مراد أرجوك نقضي في موضوعنا وبقي اتصالات كثيرة. كلمة زوينة هذه. يلا سي مراد. كاينة واحد الإشاعات سامة تنتشر في الجسد المغربي، وهي ان واحد الوقيته قالوا البوطه غتولي كدير 120 درهم وقامت الدنيا ولم تقعد غيروا فيها الوزن. ملي ما تزادتش البوطه ولات 120 درهم، قلبوا على إشاعة اخرى هي ان الوزن ديال البوطه راه قل. واضح سي مراد، خطيره تعرقل ماشي الحكومه، تعرقل الاصلاح. شكرا سي مراد، شكرا سيدي من الصغيرات. اذا واش المواطن في الاطلس ولا غير الاطلس غيستافد من هذا الاصلاح اللي كديروا ديال المقاس؟ شوف يا سيدي، هادو فلوس ديال الميزانية كانت كتمشي لنا سنويا. بغينا هاد البلاد تقدم وتجهز ونديرو استثمارات في البنية التحتية، في الصحة، في التعليم، في الطرق البادية. ولا هاد الأدغال ديال الجبال راه بغاو الطرق القروية، بغاو الطريق، ويخلص لك مسكين اللي بغا. أنا درت في الأطلس وفي الأطلس المتوسط، كيقولوا لي يا سيد الوزير ملي كنت في التعليم، كيقولوا لي يا سيد الوزير الطريق، جيب الطريق وولادنا يجيو للمدرسة. لأنه كنت كنقول لهم حرام عليكم ما تجيبوش ولادكم للمدرسة، كيقول لي جيب الطريق وندي ولادنا للمدرسة. واش غنبقاو حنا غاديين في هاد العمية ديالنا كنكبو؟ لأنه حيت كانوا كيبغيو يوصلوا شي حاجة كيقولوا لا خلي هادي، لا عندك هادي، لا كذا، وما مهددين غيخرجوا للشارع. هادي بلاد الحرية، اللي بغى يعبر فيها يعبر، اللي بغى يدير مظاهرة ضد الحكومة بالقانون وينتقد الزيادة في الأثمان مزيان، هادي هي الديمقراطية. وهاد الشيء اللي بغى في الخيار اللي دار محمد السادس الله ينصرو في الدستور ديال 2011. بغى الديمقراطيه والحريه، ولكن في اطار القانون. يحتجوا علينا الناس ويقولوا لنا غليتوا في المعيشه وداكشي، هذا حقهم. او سعوق الشعب تكون مصافي. لا ماشي انه سعوق الشعب، هذا واجبهم وحنا واجبنا نسمعوا الناس. واضح سي الوفاء. الدار البيضاء جواد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان بخير. الله يحفظك يا مولاي. السلام عليكم سي الوفاء. مرحبا. الله يبارك فيك اخويا سي رمضان. نسولك هاد صندوق المقاصه دابا شكون كيستافد منه؟ واش غير الفقراء ولا الفقراء ولا لاباس عليهم؟ واخا سؤال كلاسيكي. اللي عنده 4 كاس كتاكل 24 لتر في المية الوحده، وكياخذ هو المازوت كياخذ 8 دراهم. كاين اللي عنده فيرما كيهبط رموك ديال الموطا ب 40 درهم، عنده فيرما كيجيب رموك في السيمانه باش يخدم الماطر. علاش ما يدوش صندوق المقاصه ويديروا به مشاريع يخدموا به الفقراء وليدي مثلا كل واحد يعطيه مثلا الفقراء مبينين. واضح السي جواد. الدار يعطيه 1500 درهم باش يتعاون، وبيعوا لنا البوطه 120 درهم، وبيعوا لنا المازوت ب 10 درهم، حلوا اوروبا على كاع الدول فينا صندوق المقاصه. واضح السي جواد. المقاصه خصي تعيد باش بنادم يتعزل كل شيء ولي ياخذ مثلا المازوت بحال الفقير بحال لاباس عليه بحال كل شيء. شكرا لك سي جواد من الدار البيضاء. السي الوفاء والله الا كيقول كلام الحق. ودابا كنديروا دعم الاثمان وكندعموا بها كل شيء. دابا انا كتجيب السيده ديالي البوطه بحالي بحال هذاك اللي كيشريها في التقدو، واش حق؟ ولكن قلت لك ما كنهضروش على البوطه وما غنزيدوش في البوطه، لانه البوطه عندنا فيها واحد جوج الفوائد اللي خص المغاربه يفهموها. الاول هو انه ملي توسع الغاز في المغرب في الديور البوطات، كعندنا كيشتي عندنا بوطه ديال 3 كيلو، بوطه 6 كيلو كتخدم بالخصوص في الباديه، وبوطه ديال 12 كيلو.
ملي دخل الغاز للديور نقص علينا المساس بالغابة ديالنا في الحطب، وبدات في البادية الناس ما كديرش الحطب. وهذا راه واحد المكسب ما عندوش ثمن، المستقبل هو اللي غيبين الثمن ديالو. هذا واحد. اثنين، هذيك البوطة راه غيرت نمط المعيشة في البادية وفي الأحياء الشعبية. لأنه كطيب داك المرا فيها وكيمكن ليهم يسخنوا بها من اللي يجي البرد. زمان الناس كيديروا الشاربون في المجمر وكيما يصبحوا ميتين، ولذلك لاحظوا الفخر قلال، لأنه الفخر معناه الفخر معناه كتحرق الشجرة وكينتج الفخر ومشينا. ولذلك البوطة احنا فاهمين الأهمية ديالها ما غنوصلوهاش. ونعطيت مثال، الله يديهم هاد الناس ديال الصناعة، كيخصهم يحسنوا الاستثمار باش يوفروا الطاقة ديال الغاز بيطان. يمكن لنا نعطيه بوطة للدار اليوم فابور، والدولة تربح، لأنه غتكلفنا 6 مليار ماشي 24 مليار. وعطى أمثلة راه في هذا الشيء وبركة. اللي عنده شوية وبزاف يعاون اللي ما عندوش، اللي ما عندوش. وراه هذا هو التكافل الاجتماعي. وحناش بغينا بلادنا، بغينا بلادنا ما تكونش فيها الطبقات، والطبقات يتقاربوا بطبيعة الحال، كل واحد راه ورزقه اكيد. ولكن ما كنبغيش نستعمل هذه لانه فيها بحال فاتاليتي. ولكن الا كانوا متقاربين الناس في المعيشه راه بلادنا غتكون مزيانه وغيكون فيها الاستقرار وتكون الوضع ديالها من اعظم ما يكون. ولكن الله يهديهم يخليونا نشتغلوا، يخليونا نخدموا لمصلحه البلاد. واضح. فاروق من مراكش، مساء الخير. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه اول مره نتصنف في الاذاعه وعجبني لو تام وكل شيء، وقلت ما مرحبا بقيتي هنا. صافي بقيتي هنا، يشدوك رجال البلاد. تفضل السي فاروق. عندي واحد التساؤل تنقوله في راسي دابا. حيدنا الدعم على ليسونس، اها، على السوبر. هاد الناس اللي كانت عندهم طوموبيله سوبر غادي يشريو طوموبيله مازوت وغادي يرجعوا للمشكل من الاول. ولا قلنا الناس اللي عندهم فلوس يشريو الطوموبيلات الغاليين، كاينين الطوموبيلات الغاليين وديازل من الفوق. ما فهمتش اش غادي تبدل دابا واحد العام اللي الناس عنده السوبر تيستعمل السوبر يولي يشري الديازل، ورجعنا للكاس ديبار. واضح السي فاروق، سير وافي اشرح لينا. تفضل. ما هو اللي كتسمعوا منطقي هكاك، ولكن خطأ في واحد الحاجة اللي هي، وهو احنا درنا واحد المخطط بالنسبة لسنة 2014 اللي الغازوال منطقيا حسب السوق العالمي احنا كنا كندعمو الليتر بجوج دراهم فاصلة 60. اليوم في 2014 إلا بقى السوق العالمي غادي هكا، ولكن الى انخفض راه في صالح المستهلك. الى بقى غادي في التوجه اللي غادي فيه وحسب الدراسات اللي كتقوم بها الشركات الكبرى النفطيه، ان ان شاء الله الاثمنه غتبقى مستقره على مستوى المواد النفطيه. احنا كان خصنا نزيدو درهم وعشرين سنتيم. واحد العدد الناس اللي ما بغاوش يفهموا، بدل ما نزيدوا على الناس درهم وعشرين سنتيم في دقة واحدة في 2014 قلنا غنديروا زيادة اللي كتمشي طيلة السنة. وعيننا وعين السوق. دابا في 16 فبراير إن شاء الله غادي ندعموا الغازوال بجوج درهم وعشرة. ما هو الفرق؟ الفرق هو 45 سنتيم بالمقارنة مع 2013. بمعنى غنزيدوا تقريبا 40 سنتيم او 45 سنتيم. الا بقى غادي عندنا النفط الدولي، المواد النفطيه الدوليه لي برودوي غافيني، عاود باش ما يسمعوش الناس خطا، راه كنحسبوا على البرانت ديال روتردام، ولكن حنا كنحسبوا كذلك على النفط المكرر. الا بقينا غادي هكا كنتوقع، ولكن الامل في الله، كنتوقع انه ان شاء الله في 16 فبراير، لانه مازال ما تزاد حتى حاجه دابا، غنبداو في 16 فبراير. 16 فبراير، في 16 فبراير يومين بعد عيد الحب. لا عيد الحب في 14 مالو عنده علاقه بالغازوال حتى هو. غنزيدو تقريبا 32 33 سنتيم في التوقعات ديال اللي كاينه.
اللي غنزيدو في 16 فلوس. واضح. ولذلك راه غادي تقاس حتى مولا داك الاخ اللي كياكل في داك الكاتكات داكشي اللي حسب ليه الاخ كياكل في المال. لا ولكن راه غايجي واحد الوقت اللي غنتكلموا مع هذا الشيء بالمازوت ما يمكنش يبقى مستمر هذا الشيء. واحد كيسخن به، واحد كيصايبوا البير، واحد كيصايبوا في اللوزين ديالو، ونبقاو حنا غير غاديين هكا. ميو ان شاء الله الخير وامن. عمر من الدار البيضاء، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيدي. كنشكر السير رمضاني. مرحبا. كنشكر السي الوفاء، رجل طبيعي ديال الناس ديال الشعب. سير على الله. هو مراكشي ولكن غادي يتعادل مع المراكشيين، لان 80% ديال المراكشيين عندهم الدراجات الناريه. وغادي يتعادل مع المهاجرين لانه الطيران كيتمشاو بالسكير، اما تزاد تذكره اما شي حاجه، اشنو غايدير في هذا الشيء؟ ثم حنا كنشوفوا الجيره اللي مع السي 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 الوافي مع السي الحليمي مندوب الساميه في نصلات. ثم كنشوفوا حنا المواطنين المغاربه كيشدوا السربي شهر واحد وشهر جوج باش يخلصوا الضرائب. ولكن الحفاري والقبوره راه هرسوا لينا الطوموبيلات ديالنا، والبياس اللي كنشريو راه الملاير كتمشي ساعد الصانع ديال الخارج. واضح السي عمر. وانا بغيت نطلب السي الوفي في واحد القضيه. اييه. عندنا واحد السد في الدوار تاخد قياده الطزناخ توارجازات عامر بالغيس، ما بقاش كيشد الماء، ما بقى فيه الماء، الملايين ديال الاشجار كتموت، و20 كيلومتر ولا 30 كيلومتر ديال الاشجار مختلفه، الزعفران اللوز واضح، انواع ديال الفواكه كيموتوا، بغينا يتدخل باش ينكسوا لنا هذاك. ان شاء الله سي عمر الدوله يبنيوا لي السد الاخر. شكرا عمر من الدار البيضاء. السي الوفي. مرحبا سي عمر من الدار البيضاء، تفضل السي الوفاء. فيما يخص البراج ديال تازنخت، انا غنبلغ الوزيره المنتدبه اللي مكلفه بالماء. كيقولوا حتى هي ما عندها وزاره، عندها اخطر وزاره في المغرب، عندها البراجات كلها هي اللي متبعاهم. ولكن الناس كتهضر في هذه البلاد ما عندنا ما نديروا، هادشي اللي عطى الله. غادي نبلغها على هذا الموضوع ديال البراج ديال تازنخت، انا ما نقدش نجاوب عليه. اكيد تقنيين هما اللي عرفوا يجاوبوا. يا غنقول لهذا الاخ بان انه كيخلط بين السوبر وليسانس ديال الطياره. هذا كاسمه الكيروزين، والكيروزين كيتباع في العالم بيسري في المطارات بأتمان ما فيه لا ضرائب لا والو. منين؟ وإلا ما در دابا الطيارة اللي جاية من اللي جاية من فرنسا للمغرب جايبة المهاجرين، راه شارية الكيروزين من فرنسا. يا راه شارية غالي في فرنسا على مطار محمد الخامس ولا مطار مراكش ولا مطار أكادير. نعم. لأنه الكيروزين هذا نوع من المحروق، والمغاربه كيقولوا المحروقات، كاين 13 المحروق. حنا يلاه كنا كندعموا 3 زائد الفيول ديال لوينو. والشيء الاخر كله حر بما فيه الكيروزين، والكيروزين خاضع لثمن دولي. كيجبد هذه القضيه ديال ما هو القره. لا انا ما عنديش قره مع السي الحليمي، رجل كنحترمه وانا متقن انه كيحترمني كذلك. حنا اختلفنا بيننا وبينه في الطريقه. لابد السيدي رمضان، ما بقاش الوقت بزاف، لابد ما نستافد من الميكرو ديالك باش نقول للمغاربه بين انه عندنا اطور عليا، مهندسين في مستوى عالي في المندوبيه الساميه، في المديرية التخطيط، في المديرية الإحصاء، وفي واحد العدد المرافق ديال وهاد المديري وهاد الأطر العليا يشرفون المغرب، لأنه هاد الشيء راه ما تولدش، راه كانت اسمها وزارة التخطيط. ولذلك بغيت نقول لهم راه هاد المناقشة اللي عندنا مع السي الحليمي ما كنشككوش في العمل العلمي اللي كيديروا. حنا عندنا اختلاف مع السي الحليمي في الخلاصات اللي كيوصل لها، والصلاه على النبي. وكنقولوا للسي الحليمي راه انت تبع الوزير الاول، تبقى للمرسوم وتبقى للظاهر اللي عينك به جات الملك مندوب سامي. انت تبع الوزير الاول وهذا المرسوم مقعوس سجدتو. راه ما يمكنش تمشي دير ندوه صحفيه او تخرج ارقام بلا ما تهضر مع رئيس الحكومه. هذا موضوع اخر، الخلاصه إيه، ولكن بعيد علينا. على كل حال حنا في الاسعار هذا مكان ما ندير ما بغيت انا ندير قره مع حد، ما كاين قره الحمد لله. الله يخلينا في سلم وسلام. قلنا 10 ديال الدقائق ناخذوا
للاسف كاين اتصالات كثيره ولكن ما غنقدروش ناخذوها كلها، ناخذوا التبسم السي الوفاء انه يجاوب باختصار. سي يوسف من ورزازات، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم سعد الوزير. نعم سيدي تفضل. لا خويا الله يرضي عليك، عندي واحد جوج اسئله غنعطيهم لك على قضيه ديال الامغران زايد عفان امغران ورزازات. ملي كنت في سعد الوزير في التعليم، عمرك زرتي المنطقه ولا زرتها ولا لا؟ انا جيت لورزازات. وفي ورزازات في مغران؟ لا ما مشيت لمغران، ولكن جيت للمدينه ديال ورزازات. جيتي ورزازات؟ ايه. ولكن ورزازات موفره في جميع الخدمات الحمد لله. نعم اسيدي. وثاني حاجه من القضيه ديال الاخ اللي جاوبتيه، قلتي له ما كاينش الناس كيموتوا في الجوع وكيموتوا، بس كاين كيموتوا في عام الزرين. نعطيك اسماء ديال الناس انعدم الطريق، ما كاينش الطريق. شحال الناس ما هما؟ نعم اخويا. شحال عدد السكان باش نطلب من المصالح المختصه يوصلوا لهم الماكله؟ عدد السكان اخويا راه بلا حساب يعني. لا ما يمكنش بلا حساب، واش دابا السكان ما عندنا حساب؟ وانا يمكن لي نقول لك مراكش فيها مليون وسيدي يوسف بن علي فيها 70,000 وكتهضر على دواور وما عرفتي شحال السكان ديالهم. لا سعادة الوزير انا نعطيك سميتو خاطر ممكن انت وزير الله يرضي عليك وعندكم الناس الحكومة تما وكاين المسؤولين في المغرب. نعم اسيدي انا شنو المشكلة سي يوسف؟ سي يوسف شنو الاشكال باش السيد الوزير انه يضبط الامور؟ تفضل. قولها لي وانا غنتصل بالسيد العامل والوالد المنطقة. نعم سي الوزير، هاد الشتا اللي طاحت هاد الايام كرمنا به الله سبحانه وتعالى الحمد لله، كان الطريق مقطوع في عام الزري وتسالوا تسجيل وتسجيوال عام الزري ايام ما دايزاش الطريق. البوطه كدير 25 درهم. هاد الشيء كاين اسيدي مشكلة. والبوطه الكبيره كدير 75 درهم. ايوا هادو الناس غيخلصهم الله لانه كيستافدوا من مشاكل وكيتكرفصوا على المستهلكين وعلى المغاربه. الله كيما ذلك السي الوفاء دير الاجراء، ولكن غادي نهضر مع السلطات المحليه وغادي هو وعدك السي السيد العامل اللي راجل مزيان ديال ورزازات ونقول له شنو هي الوضعيه ديال هاد الدواء. سي يوسف هذا وعد من السي محمد الوفاء. شكرا. المشكله كتبدا سعادة الوزير، المشكله كتبدا من اي تعفان بالضبط. اي تعفان منطقه اي تعفان من ولاون. واضح سي يوسف. ما عندناش ما دارش ما عندناش تصدق نعطيك على المقدار. يوسف ما بقاش لنا الوقت الله يخليك، باش نخليو الفرصه للناس اخرين. الله يجازيك بالخير، الرساله ديالك وصلت سي محمد الوفا. شكرا لك على تواصلك معنا. سعيد من تماره، مساء الخير. مساء النور سي رمضاني. مرحبا سيدي. بسرعه 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 بسرعه. حيا السي الوفا كذلك. تفضل. عندي سؤالين باختصار شديد السي رمضاني. نعم سيدي. كاين واحد الشريحه من المغاربه اللي هم الهوندات وعندهم المواتر. وما كيستافدوا كيشريوا ليسانس للهوندات الله يكون في العون باش كيستازقوا لي تروبورتورات والمواتر. نعم. واش هاد الناس ما فكروش فيهم؟ ما فكرهم السي الوفا الله يجازيه. لا كيشريوا الميلونجور كيتسمى. الميلونجور ميلونج بمعنى الميلونجور اسي ماشي سوبر. كتدخل فيه لا ايوا ملي توقف في ستاسيون ديال ليسانس راك كتاخذها من واحد البومبا خاصه اللي اسمها فيها الميلونجور، مكتوب عليها الميلونجور. ماشي السوبر سي الوفا. لا لا حتى الا كان كيدير السوبر هذاك راه كيخرج على الموتور ديالو. سميح السي الوفا عندنا السؤال الثاني. يلا بسرعه سي سعيد. ولكن رفدنا الهم المالي للمواتر معك الحق، لانه واحد الجزء ديال ليسانس كيدخل مع الزيوت في ذاك الميلونجور. راه كاين ولكن راه ما كيضرش بزاف. سي سعيد بسرعه الله يخليك، بقى لنا خمسه ديال الدقائق. تفضل. السؤال الثاني المندوب السامي للتخطيط. جاوبنا على السؤال. جاوبنا السي سعيد. شكرا لك سي سعيد بالنسبه ديالو وخشبتي. هذا ما كان سعيد اخر من اكادير هذه المره. مساء الخير. السلام عليكم سي رمضاني، كنشكرك معك. احنا عندنا الشرف انك تكلموا مع السي الوزير. مرحبا تفضل. غير في هذاك من ناحيه في منطقه توري من ناحيه اكادير الدقيق المدعم دابا كيتفرق بعض الخطرات في جوج الليل وحده الليل. نعم. كيتفرق الدقيق المدعم واغلبيه دوك اللي الناس اللي كيشدوا الدقيق المدعم دايرين ماكن جداد وكيجيبوا الخاوي جديد وكيتصوب الدقيق بالليل وكيخرج في صنف جديد. ودابا الناس حنا بالخضره كيفرقوا جوج الليل وحده الليل. شكون غيشد دابا كيش توالم من بغاهما. حنا السؤال واضح واضح سي سعيد. هذا الملف نعم السي حنا مشتغلين فيه وراه خرجنا لائحه الاقاليم، كل اقليم شنو هي الحصه ديالو من ذاك الدقيق اللي كندعموا تقريبا 8 المليون ونص ديال القناطر. نعم. وما يمكنش الدعم ديال الشعب المغربي من خلال الميزانيه كيمشي لهذا القمح باش يمشي للمناطق الفقيره
والمناطق المحتاجة والناس كتلعب فيه. رحنا خرجنا القائمة ديال العقاليم وإن شاء الله غادي نخرجوا المطاحين اللي كطحنها الدقيق هذا، لأنه حتى هذا الموضوع ديال الدقيق بركة، ورحنا عارفين كاين لعب فارينة في نخالة وكاين اللي كيخبع داك الشيء، احنا متبعين هادشي، وراه كاين قضايا امام المحكمه، رحنا جادين في هذا الموضوع، راه قضايا في الفقيه بن صالح وقضيه في مشات لي المنطقه خانتني الذاكره، راه محاكم وحكمت عليه المحكمه، وهادشي ما باقيش غنقبله. مشيو لاشرف من شفشاول. مساء الخير اشرف. اشرف مساء الخير، الله يبارك فيك. تواصل مع السيد الوزير تواضع ديالو اخي. تفضل بسرعه السي اشرف، الله يخليك. واش باش نقول لك على جوج الاسئله خير دوان؟ واش المضاد ما يمشي يمشي يزيدوا فيه؟ حنا راه الزياده اللي زادوا علينا ضيعنا فيها، ما طانا لا تعويض لا حاجه. حنا انت سائق سياره اجره، سياره اجره يعني ديك التعويض اللي كانوا يقولوا احنا ما تعوض ما يعني ما عرفتش. لا ولكن نقول علاش ما تعوضتيش؟ يعني ما تبعناش ديك المرحله التعويض، جاتنا يعني صعيبه بزاف يعني. واش انت صعيبة؟ لا لا ما صعيبه والو، اسمع. لا صعيبه ساعد الوزير على حسب. واسمعني اسمعني، هذا الموضوع عارفه مزيان ومشتغلين فيه مع السيد وزير الداخليه، لانه كتعمر واحد المطبوع وكيمشي للعملات نتاع تاكسي كبير والتاكسي صغير. واسمعني، التاكسي صغير، وحنا حاطين الفلوس باش نردوا الفلوس للناس، وقت ما زدنا في الغازوال باش ما تزيدوش على الناس. لا ما زيدناش. يواصبر يواصبر يواصبر. وحنا التعويض ديالنا سعاد الوزير. ودابا العودو شكون؟ دابا كاين مشكل. لا نحن مستعدين مخصصين الميزانيه باش نعوضوا باش النقل العمومي ما يتزاد فيه. لا التاكسي الصغير ولا التاكسي الكبير ولا الطوبيس ولا الكار. واضح. ولكن واصبر صبر، ولكن راه خصك تمشي توقع داك المطبوع مع مولا كريما. إلا ما وقعش معاك مولا كريما راه ما غاديش تاخذ التعويض. واضح السي أشرف. ولكن مولا كريما راه ما يوقعش معاك لأنه خايف من الضريبة. شكرا أشرف. غادي نختموا بالحاجة أمينة من الدار البيضاء، للأسف ما بقاش لنا الوقت بزاف، كاين اتصالات أخرى. وما كانوا صوات العيالات بزاف. السلام عليكم. الحاجة تفضل. السلام عليكم وأخيرا. تفضل. لا نقدم لكم التحية. الله يبارك فيك، مرحبا. بالنسبة لهذ الوزارات وهذا الشيء، إلا كان مصلحة الشعب ما كاين مشكل. بالنسبة لهذوك اللي قال كان غير سيارة كيعطيهم وحدة، ما كيعطيهمش وحدة، كيعطيهم كثار من وحدة، وحدة كيمشيو فيها وحدة تمشي موراهم خاوية وهذوك تما. وبالنسبة للموظف الأشباح تما خصهم يشوفوا فيهم باش دوك الفلوس يدخلوهم للصندوق. احنا كنعالجوا هذا الموضوع ديال الشجاع. انا اللي في بالي، انا بعدا في التعليم عالجتو كامل، ولكن وزارات اخرى هما جايين الموظفين في لاصين اساس التعليم، هاو ما جايين هاو ما جايين بشويه بشويه، ولكن هذوك الفلوس يدخلوهم باش ان شاء الله شويه عمر. ان شاء الله ان شاء الله الحاجه. ديك السيارات راه ما خصش يبقاو بزاف يدوروا، بزاف كيدوروا، ماشي واحد ولا جوج. حشومه عليهم والله الا حشومه عليهم. هادشي اللي كاين. شكرا لك للحاجه. الشعب حنا معاه ان شاء الله الحاجه، بارك الله فيك، ومصلحه بلادنا الشعب وبلادنا المغرب. شكرا لك الحاجه. سي الوفا في دقيقه، شنو الخلاصه؟ شنو الكلمه اللي تقول للمغاربه من هذا المنبر هذا؟ بغيت غير نقول للمغاربه، واحد الصحفي قال هذا السيد هذا مشى 11 عام سفير وما جايب خبر الحقيقه ديال المغاربه. إيه؟ بغيتهم يكونوا شهود هاد الاسئله اللي وضعوا، واش انا حاولت نجاوب عليها، واش انا عارف بلادي ولا انا جيت من المريخ. بغيت نقول للمغاربه واحد الشيء، المغربيات والمغاربه، نعم، تيقوا في بلادكم وكونوا متفائلين. يا كانت مزيره الوقت بالشتاء، الله سبحانه وتعالى هو كرمنا الحمد لله، والعام الفلاحي ان شاء الله كنا حاسبين عليه متوسط واقل من المتوسط، هو غيكون مزيان. ثانيا بغيت نقول للمغاربه كيف قلت لك، يتيقوا في بلادهم، يعرفوا بين ان الاصلاح راه ماشي سهل، راه ولف عاده وقت عاده عليها التعاده، راه ملي كنوصلوا شي حوايج راه كينوضوا لنا الناس، ولكن راه لابد نصلحوا بلادنا ان شاء الله. وحنا متقنين وبغيتهم يفهموا، حنا راه ولاد الشعب، وحنا واخا وزراء راه حنا من هاد الشعب. غدا انا جالس اليوم هنا، ولكن ما كاينش غدا، هاد بن كيران جالس على الكرسي وغدا راه غيمشي، ولكن المغرب مستمر إن شاء الله. والمليك مستمر ولذلك
راه حنا رافدين الهم للشعب، واش جينا حنا باش ما نرفدوش الهم للشعب؟ واضح السي الوفا، حرام هادشي. للاسف الوقت سالا، شكرا لك على تواصلك معنا، شكرا للساده المستمعين اللي تواصلوا معنا وسمحوا لنا بزاف. الساده المستمعين ما خديناش اتصالاتهم، اكيد فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا يوسف الادريسي اللي رافقنا في الاخراج، وفاء فايز استقبل مكالمات كريم نايت سيف في التصوير لحظات، وتسمعوا طارق بشلان في عناوين اخبار نهايه اليوم. السلام عليكم. قضيه اليوم مع رضوان الرمداني.